مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساءكم، تحياتي لكم جميعا. برنامج الحياه والواقع صلاح السكري. في البدايه طبعا الموضوع النهارده موضوع مختلف عن جميع المواضيع اللي احنا بنقدمها. موضوع النهارده طالعينه موضوع كده انساني لله تعالى. موضوع النهارده هنتكلم فيه عن الغارمات وتيسير الزواج. النهارده هنتكلم على بعض المواضيع، طبعا بسبب ان كان في معانا اتصالات كتير، الناس كانت عايزه تتواصل معانا وخدنا مكالمات كتير في اللقاءات السابقه. طبعا كان معظم الاتصالات كانت بموضوع الغارمات والمشاكل والمحبوسين بسبب الزواج وسبب تكليف الزواج يعني بسبب التكليف الباهظه. طبعا دي بعض الناس كانت بتتصل بينا على سبيل ان هم عليهم دين. اهل الخير برضو بيقدروا يتواصلوا. احنا طبعا بنقول دايما البرنامج لم يتلقى اي تبرعات، التواصل مباشر مع الحالات. احنا دورنا بنعرض فقط لا غيره، بنعرض ايضا رقم الحاله. وطبعا يعني دي رساله بنوجهها لجميع انحاء الجمهوريه، بنقول يا جماعه اي حد ربنا مقدره وعايز يساعد ما تديش لحد يوصل اينما يكون الحد ده، مين سواء لجمعيه او خلافه. لا بنقول لك بص حواليك في الشارع بتاعك، في منطقتك، في عيلتك، في جيرانك، في اي مكان حواليك، في البلد اللي انت فيها هتلاقي فيه كتير محتاج. ما لو كل واحد بص للمكان اللي هو فيه مفيش حد هيكون محتاج. ولكن احنا بنعمل كالتالي: انا عايز اطلع زكاة، او انا مثلا عايز اساعد فبدي لحد عشان يوصل. ممكن يوصل وممكن ما يوصلش. ما بنقولش انه ما بيوصلش، لا، في ناس عندها ضمير وفي ناس لا، الا من رحم ربي. الحاجة التانية برضو لما اتكلمنا على الجمعيات قلنا يا جماعة حاول باستمرار ان انت تقدر تتواصل مع الحالات مباشر. طبعا في برضو مشكلة تانية اللي هي ايه، بعض الناس اللي بيتصلوا بينا بيقول لك يا استاذ احنا اتصلنا بيك في اللقاء ولحد النهاردة ما حدش ساعدنا. ما انا ما هقولش مثلا ان كل الاتصالات اللي بتجينا 7-8 اتصالات، كل واحد اللي عليها 50,000 واللي عليها 20,000 واللي عليها 100,000، مش هنقدر يا جماعه نساعد ده كله. طبعا احنا مساعدتنا او المساعدات بتيجي عن طريق اهل الخير. احنا دورنا ان احنا بنعرض فقط لا غير. ممكن حد يتصل بيك ويساعدكم، ممكن لا. يعني مش كل الموضوع اللي عندنا، يعني انا كمذيع انا مش ساحر، في نفس التوقيت ما باخدش عشان اوصل حاجه لحد، انا بعرض المشكله، بعرض القضيه وبقول لك تواصل مباشر مع الحاله. في البدايه نرحب بصاحب مولات العش، صاحب مول العش وصاحب اكبر محلات ادوات منزليه بمحافظه الفيوم مركز ابشواي، ضيفنا العزيز الحاج اشرف العز. اهلا بيك الحاج اشرف العش. اهلا بيك يا استاذ صلاح، واهلا بالساده المشاهدين، واهلا بكل الناس، واهلا بست الاموره. العز والعش واحد، اي حاجه. العش. اهلا بيك الحاج اشرف العش. اهلا بيك يا فندم، وانا سعيد باللقاء مع حضرتك، وان شاء الله باذن الله نقدر نفيد الناس ونتكلم في بعض المواضيع اللي هي الناس يعني بدات ان هي طبعا يعني اشغالات وبنكلف نفسينا فوق طاقتنا. فاحنا جينا النهارده ان احنا ان شاء الله باذن الله نقول يا جماعه الهدوء حلو. نعم. طبعا الحاج اشرف العش، طبعا هي في البدايه قلنا الحاج اشرف العز، طبعا ربنا يجعله في العز دايما باذن الله تعالى. الحاج اشرف العش صاحب مول العش للادوات المنزليه، صاحب اكبر محلات ادوات منزليه وكهربائيه بمحافظه الفيوم وشمال الصعيد مركز ابشواي بالتحديد. ايضا نرحب بالزميله الاعلاميه الجميله الزميله شروق. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا ريس. طبعا الحاج اشرف العش، في البدايه موضوع النهارده موضوع الغارمات. في البدايه عايزين يعني حضرتك كده تكلمنا عن العوامل التي تؤدي الى حبس الاهل بعد الزواج. يعني مثلا الزوج والزوجه تلاقيهم بعد البنت مثلا ما تتجوز يبداوا ان يكون عليهم شيكات، عليهم قضايا، يبداوا يتحبسوا. يعني ممكن البنت يكون لسه ما دخلتش، ما كملتش اسبوع والاهل اتحبسوا. في البدايه الغارمات بسبب ايه؟ بسبب ان احنا بنعمل او بنبتدي نقلد بعضينا. تمام. بنقلد بعضينا بان احنا بنشتري وبنجيب حاجات فوق طاقتنا. النهارده لما بيكون في بنت عايزه تتجوز، اول حاجه الاب والام عاوزين يسطروها. ويخلوها احسن بنت. تمام. للاسف الناس ما بتمشيش على قدها. ليه؟ ما احنا بنقول بنتمنظر عشان نتمنظر. احنا بنتمنظر. النهارده انت عشان تجهز بنتك بتدعي اللي وراك واللي قدامك. خلي بقى النهارده حد ممعوش
راجل مرتب موظف على قد حاله، ست على قد حالها، جالها عريس هي عايزه تستر بنتها. للاسف هي ما بتبصش عشان تستر بنتها، هي بتبص لبنت ام محمد وبنت ام عبد الله وبنت ام فاطمه جيرانها، عايزه تقلدهم. جابت الثلاجه 20 قدم لازم انا اجيب انا واحده 25 قدم، جابت طقم صيني 70 200 قطعه لازم انا اجيب 500 قطعه. يا استاذ صلاح في ستات عندنا للاسف هي اللي بتورط نفسيها. انا ما ورطش نفسي، انا عايز اعمل اسره، اعمل اسره اعملها صح، اجيب على قدي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو طبعا حضرتك احنا بنسالك النهارده الحاج اشرف العش، طبعا احنا جايبينه النهارده بالتحديد لان هو اكتر واحد بيتعامل في هذا الموضوع واكتر واحد على درايه كامله في موضوع الزواج وموضوع حبس الازواج، وطبعا بيكون مشكله بمثابه مشكله ممكن بتدمر اسره. يعني انت بتستر بنت، بتفتح بيت، بتقفل بيت، او ممكن مثلا يكون عندك 3 4 اولاد تانيين علشان امشي الامور بتاعتي واخلص الفرح واجهز بنتي وادخلها في الميعاد المحدد اللي انا اتفقت فيه مع اهل العريس. بضطر امضي، نعم، باخد المدام واروح داخل محلات، امضي يا عم الحاج يجيب قرض والبنت تتستر وتتجوز وانا اخش السجن. تمام. طب وانا دخلني السجن ايه؟ طب ما نمشي على قدي، بدل ما يا حاج يا عم الحاج ده في ناس وفي ستات بتجيب 200 فوطه و30 ملايه و50 طقم وفي الاخر هي ملايه وهي بشكير وهو فوطه. احنا اتجوزنا كده، اجدادنا وابهاتنا اتجوزوا، امال هو كان بيقول الزواج زمان كان حلو ليه؟ وكان في ستره ليه؟ لا، عشان كده ما بقاش في ناس بتقلب بعضيها. ان النهارده احنا بنخش في حوار ان انا بجبر نفسي عشان اجهز بنتي. طب ما هو حرام، طب بنمشي على قدي. قال لي خليني اجيب طقم صيني 180 قطعه، قال لي 160 قطعه، قلت لك انا عايز طقم كبير قوي كده اهو. يا حاجه انت كده بتتفشخري بستر بنتك، انت بتروحي تمضي عشان تجيبي طقم صيني وفي الاخر هيتحط في التابوت اللي اسمه النيش. نيش ما تقدرش تقرب ليه؟ هات لي راجل كده قرب قامت النيش. طبعا مكتوب عليه ممنوع الاقتراب واللمس يا باشا، ممنوع زي الكهرباء يا حبيب قلبي. ده بص يا عم ممنوع تقرب، فولت عالي ده بتاع الضيوف، تمام، بتاع التمنظره. وانت في الاخر يبقى في كاسات من اجمل الكاسات وافخم الاطباق وتاكل في المونيوم، يجيبوا لك ست اطباق استلس هركنهم على جنب كده، يقول لك ده هناكل فيهم. طب العدى واللي بيجي ده اللي انت ماضيه تخش السجن هتورثيه؟ الزوجه أم الزوجة بالتحديد، أنا بقولها أم الزوجة لأن الأبهات بريئة. أنا بيجيني أبهات يقول لي عشان خاطر ربنا نديها حاجات على القد كده، هي تقول لي لازم أطمنه، ده أنا عايز أجيب للبنت حاجات وحاجات، دي خالتها وعمتها وستها أو طب يا حاجة أنت هتورط نفسك ليه؟ حرام. تمام. بتتعامل مع بنتها كأنها رايحة كوكب تاني مقطوع عنها الأكسجين، بتاخد لها أكل ولبس. يا حاج ده بتحط لها في التلاجة نايتي وشيبسي وكاراتيه، بتعلمها الفشل من اولها كأم واندومي. فطلع البنات دلوقتي ما بتعرفش تطبخ، تتجوز النهارده انا عاوز فلبوطه، عاوز مسقعه. طب انت يا حاج اتجوزت برضه بالكلام ده؟ لا طبعا. ما اتجوزت بايه؟ انا الست بتاعتي وقاعده دلوقتي وشايفاني. انا لما اتجوزت من 30 سنه رحت جبت كل حاجه. معلومه للناس، الناس فاهمه ان ابو العروسه هم مجبرين يجيبوا لك الحاجات. لا يا حبيبي، الشرع بيقول ان تكلف بيتك، من استطاع منكم الباء فليتزوج وان لم يستطع فليصم. قالوا ما هي الباء يا رسول الله؟ كان تكاليف الزواج، الزوج مجبر ان هو يكلف بيته من الالف للياء. وابو العروسه كمان ياخد مهر، والمهر ده يحطه في جيبه ليه؟ تعال النهارده ابو العروسه بيعمل ايه؟ بيتخرب بيته عشان بنت. طب يا حاج اشرف، حضرتك عايزين نتكلم عن مبادره الزواج. حضرتك انا عندي مبادره شخصيه، انا ما بقولش انا عالم او فيلسوف او انا انسان بسيط جدا، بس من حسن خبرتك. طبعا احنا النهارده معانا اكتر من موضوع مع الحاج اشرف. طبعا الحاج اشرف النهارده بعد اللقاء هياخد مخالفه كبيره جدا. طبعا اول ما اتكلم قال لك المدام موجوده بتتفرج على اللقاء، فطبعا نتمنى ان المدام تكون موجوده برده شايفه اللقاء، لان الحاج اشرف كده انت طبعا انت بتتكلم. احنا اول ما قال لك انت يا حاج اشرف اتجوزت بايه؟ طبعا رحت تغير الموضوع خالص. لا ما غيرتش، ما جالكش بيت ولا اندوم ولا الكلام ده. الاخت اللي معانا المذيعه هي اللي دخلت قالت المبادره. تمام. انا قبل المبادره بقول وهي عارفه. تمام. انا تكلفت بكل ما هو يتكلفه الزوج. تمام. وكده ربنا سبحانه وتعالى بيبارك. نعم. في اقلهن مهرا كما نعم. قال الرسول عليه الصلاه والسلام، اقلهن مهرا اكثرهن بركه، وده حقيقه. طب وبالنسبه لسؤال الزميله؟
سؤال الزميلة، أنا بشوف في ناس بيبقى اتنين بيحبوا بعض والأب والأم والأسرة كلها مختارة بعضيهم، ويجوا عند كتابة القايمة يتقلبوا على بعض زي الكفار. إحنا عاوزين يجيب أوضة نوم بـ10، عاوزين يكتبوها بـ30. يمكن كانوا يكتبوا في قريش. لا حضرتك، احنا المفروض سيبنا العادات والتقاليد. العادات والتقاليد ايه؟ الانسانيه، الرحمه، نرحم بعض، لازم نرحم بعضينا، لان انا بنتي هتاخد ابنك وابنك هياخد بنتي، اصبحت بقت اسره، انا هبقى جده وانت هتبقى جده، هتبقى اسره تانيه احنا بننشئها، لازم ننشئها صح، مش ننشئها بقى على الفخر والفشخره والمنظره والشيشن والتصوير والكوافير. يا عم الهبل ده، ايه الهبل اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده نعرف ستات بتجيب موتوسيكل للعريس، تجيب موتوسيكل عشان ياخد العروسه على عشان يجيبها بقى بالليل، الاخ بقى جاي بقى بالليل بقى يجيبها على قفا مين بقى؟ على قفا ابو العروسه، وكله يمضي. كله يمضي يمضي يابا. ما هي المشكله في ايه؟ احنا مش بنتكلم على واقع. نعم. احنا بنتكلم على مرار في كل البيوت، كل الاسر تعبانه، كل الاسر بتعاني من ايه؟ من المغالاه. يا جماعه والله والله انا اقدر امشي اموري باي حاجه، اقدر امشي اموري بكل حاجه بسهوله، ان احنا نجيب على قدنا، مالناش دعوه بحد. نعم. كل فوله وليها كيال، قالوا عندنا زمان كده، فوله وليها كيال. يعني ايه؟ يعني انا مش زيك وانت مش زيي، في غني وفي فقير، كل واحد يجيب على قده. حضرتك بخصوص المغالاه والتكاليف، المغالاه والتكاليف من الام بتتحرك من جيرانها، من الفشخره بتروح قاعده ما بتعرفش، بتروح لواحده اتجوزت بنتها، جبت لها ايه؟ جبت لها يا اختي 3 صيني واتنين سيراميك وجرانيت ورخام بتجيب لها بلوه، بتخلي الوليه اللي هي داخله عليها تضطر يعني عايزه تقلدها او تقلدها. لا بتقلدها، مش بتجيب، هي بتقلدها. تروح بقى لابو محمد، يا ابو محمد اسكت، مش انا كنت عند فين امبارح وقالت احنا بنجيب 15 طقم و16 مش عارف ايه و14 طقم كاسات و700 فوطه و800 بشكير، ايه هو العريش عنده رشاح ولا ايه؟ لا هي فطين ثلاثه ولا اربعه، هاتوا حاجات تقضي سنه. ممكن نجيب حاجه تقضي سنه؟ ليه نجيب حاجات تقضي 20 سنة؟ يعني من يعني في نهاية يعني بالنسبة للموضوع، يعني احنا بنتكلم، احنا عايزين مثلا يعني ايه زي ما قال كده الحاج أشرف، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني التيسير. لا داعي ان أولياء الأمور يعصروا على نفسهم ويدينوا نفسهم علشان خاطر يتفشخروا أو يتكلموا، ونتفاجأ الأمور نلاقي كتر الاتصالات بالنسبة لنا كله بيتكلم على ان علي دين. طب ليه دين؟ يقول لك علشان خاطر ان انا كلفت او جوزت او كان لسه البنت من حوالي 7-8 شهور والنهارده الاب في السجن، او النهارده الام مسجونه. طب النهارده صاحب الدين ما بيريحش، طب النهارده صاحب الدين ما هو برضه عليه فلوس، فهو بناء عايز فلوس، هو بيحاول يضغط بقدر المستطاع. هنا اذا الحكومه النهارده هتعمل ايه؟ فالنهارده بتضطر انها وحد رفع الشيك، فبتضطر انها طبعا تحبسه علشان خاطر يكون عليه دين. فطبعا هنا بيكون عبء كبير جدا على الدوله، فبتضطر ان التدخل من الدوله انهم يقدروا يحلوا او الافراج عن الغارمات عشان يتم الافراج عن الغارمات. طبعا بيكلف الدوله انهم بيسدوا الدين. طب احنا ليه طب نوصل للمرحله دي كلها؟ يا استاذ صلاح في حاجه عايز اقاطع حضرتك، معلش انا اسف. النهارده في ستات لازم نبص لها، في ستات في مصر قايمه بدور الراجل. انتوا ناسيين ان في رجاله بتموت وبتسيب بنات وبتسيب ام، الام دي بتحتار، عاوزه تقلق كل الجيران، عاوزه تسطر بنتها، عاوزه تجيب اشيك وانضف واجمل حاجه، ومن حقها هي تجيب، بس احنا بنقول ايه؟ نجيب على قدنا. النهارده لما الواحد بيروح يتجوز، ده احنا عندنا عادات تخنق. يعني مثلا على العاده بتاعه ايه؟ رد الشبكه وتبليط القاضي والعجله اللي بتروح للعروسه، عجله ايه؟ طبعا احنا بعد عجله طبعا استاذنك هنطلع فاصل، وبعد كده نتكلم عن العجله وهنتكلم عن لا كلام فاضي والله بصراحه، وهنتكلم عن العادات والتقاليد في الصعيد كمان بالذات، او في مراكز الفلاحين، او في بعض المحافظات. طبعا كلام يا جماعه، يعني نتمنى ان احنا نيسر الزواج. النهارده نسبه العنوزه يعني مش يعني عاليه جدا. فالنهارده نتكلم في اكتر من موضوع مع الحاج اشرف العش، صاحب اكبر محلات العش الادوات المنزليه، بس بعد الفاصل تابعونا.
الحمام بمركز أبشواي طريق السياحة. صرح سكني على 3 وجهات بحري وشرقي وغربي. مش بس كده وكمان 3 أسانسير. الهدوء التام بأرقى مكان في أبشواي السياحة. مدخل المستشفى العام الخلفي مساحات مختلفة تبدأ من 60 متر حتى 800 متر. بيت الخبرة المهندس عماد سرحان والحاج محمد درهني. احجز مكانك الإداري للتواصل 011-244-15 00-02-09-015. مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد ومن جديد سنعود في نفس الموضوع الزواج والغارمات مع الحاج أشرف العش. الحاج أشرف العش، عايزين النهاردة نتكلم على موضوع العادات واللي بتتم خاصة في مشروع الزواج. للأسف عادات سيئة خدناها يعني من بعض الأغنياء. يعني كان في عادة زمان يا ما سعدنا ربنا كرمنا وخلصنا منها، اللي هي بتاع السرودقات بتاع العزاء، اللي هي ايه؟ السرودق العزاء. سرودق العزاء، راجل غلبان يا عيني، عنده ايرادات ارض، مراته تموت ولا هو يتكل على الله. نعم. عنده حد في العيله بيحب يتفشخر كده، يروح عامل له صوان كبير مش على حسابه، هو بيبان قدام الناس ان هو عامل الصوان على حسابه. نعم. تاني يوم الصبح بعد ما العزاء يتكل على الله والمعارفه وحبايبه هم يجوا بقاء لله البقاء لله البقاء لله، ومبسوط قوي واقع في اول الصف وجايب كراسي كده منجده جوه. تمام. والحديد للفلاحين بره ملقحها على في الاول كده، هو قاعد جوه كده ايه بيستقبل الحاشيه بتاعته. نعم. الميت ملوش ذنب ولا هيروح له اي حاجه من الحاجات دي. صاحبنا بعد ما يخلص الموتى ويخلص العزاء ويستقبل زبائنه الحلوين اللي هو عمل لهم الفشخره والقهوه الساده والقهوه والنسكافيه، يروح ما ايه منظر على مرات مين؟ الراجل المتوفي. نعم. يا حاجة جوزك طبعا انت مات وانا عملت صيانة اتكلف 30,000 40,000 20,000 زي ما ايه؟ زي ما اتكلم. يضطر يعمل ايه؟ يرسم على اذا كان عندها ايرادين ولا لا، بيعيهم عشان اسد الناس. ده الشيخ اللي قاعد يقرا ده كان واخد 5,000 جنيه والقهوة ب 3,000. طب يا عم انت جبت لنفسك، انت اللي بتفشخر. طبعا بالنسبة لموضوع سرطان العزاء دي يعني. عادة سيئة. ربنا كرمنا وخلصنا منها. العادة السيئة نفسي بقى حضرتك وبرضه ما زالت موجودة يعني. لا بس برضه بتتباهى وتتفشخر بخصوص العادات السيئة زي سرطان العزاء. في ناس تحررت من تجيب 2-3 من الفقهاء، وكمان ده النهارده بيطلع كمان واحد يقول لك انا يعني اعلام الفقهاء يعني ماشي مش عارف كلامي يعني ماشي ما هو ده خاصة كمان ان النهارده بيعملوا بث مباشر في سرطان العزاء عشان يصوروا سياده
اللي مش عارف مين اللي جاء ومين اللي راح وهكذا. يا استاذ الفاضل دي عاده، دي عاده وخلصنا منها. تمام. نفسي بقى ربنا يكرمنا نخلص من العادات السيئه بتاعه الجواز. لان الجواز تكاليفه كتير جدا، تكاليفه فوق الطاقه. النهارده فستان ب 6000 جنيه، النهارده طلعوا لي حاجه اسمها شيشن، يتصوروا كده مش قلبين مع بعض مش عارف ايه، يمسك ايده يمسك رجلها ويتصوروا، وبعد كده يتطلقوا وتقول لك ايه الله يخرب بيته ومطرح ما راح. طب احنا ليه بقى ما نوفر على نفسنا ونبدا اسرتنا تبدا بسيطه. النهارده اول حاجه بيطلبها ابو العروسه، عاوزين اوضه نوم اطفال. يا عم اطفال مين؟ ما تخليهم اوضه نوم وانتريه، حاجه يناموا فيها وحاجه يقعدوا عليها ومطبخ. ليه تكلفني اوضه اطفال قبل ما تيجي الاطفال؟ طب لما يجي الاطفال ده بيجبرني ان انا بدل ما اخد اتنين وصاله اجيب ثلاثه وصاله، يبقى انا اجيب واجيب ثلاثه اوضه مقفوله كده برضه راقده كده فيها اتنين سرير اطفال وربنا يكرم. طب وانا اقطع على نفسي ليه؟ طبعا للتوضيح، الحاج اشرف قبل ان يتكلم او قبل ان يكون صاحب محلات العش او صاحب مول العش الادوات المنزليه والكهربائيه، طبعا الحاج اشرف فنان فعشان كده تلاقي عنده لغه الاشاره ولغه الجسد ولغه العيون. فعشان كده تلاقي يعني ايه يعني بيتكلم باللغه. زبايني عارفين ان انا مرح وبحب الفكاهه، وهي الدنيا بسيطه والله. الدنيا مش محتاجه ان احنا نعصب بعضينا ونوتر بعضينا. طيب. ونكلف بعضينا. نعم. من ناحيه العادات عندك عاده سيئه زي الكحك والبسكويت. زمان العروسه كانوا يجيبوا 10 كيلو دقيق ويقعدوا يبططوهم البنات وياخدوهم العريس يوزعوهم. تعال النهارده الواحده تقف لك كده ابو محمد، نعم يا حاجه انا عاوز 100 كيلو دقيق. لا يا حاجه، ما احنا هنوزع الكحك والبسكويت على الجيران بتوعنا وهو هناك هيوزع على الجيران بتوعهم. نهارتين على العيله واهل العيله. طب يا حاجه ده الكحك والبسكويت اقل كحك وبسكوت بيصرف 15000 جنيه فشخره. وخش بقى تاني تتجوز 17 واحده يروحوا الصبح، كل واحده شايله بقى اللي واخده شكرتان دقيق واللي واخده مش عارفه ايه واللي واخد عجله. تخيل العجله النهارده ب 50000 جنيه عشان توديها هديه. لا وايه بقى بيتمنظروا بقى مش بيركبوها في عربيه عشان تصل بسرعه، لا ده بيربطها في حاجه كده يمسكها بايده ويمشي بقى اطول مسافه. الجيران ده جاب لي بنته عجله، ده جاب لي ابنه عجله. طب خلي بقى واحده جوزها ميت وعندها اربع بنات وعاوزه تسطرهم وتقلدك بقى في العجله. يا حاج اشرف عايزين نتكلم عن مبادره الزواج. بص حضرتك انا عندي مبادره، هي مش مبادره هي فكره بسيطه جدا، ان احنا نبقى ايه نتكاتف مع بعض، ان احنا الاثنين اب 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 الزوج واب زوجه، ام الزوج وام الزوجه مستقبليا، والعريس والعروسه. بعد ما نخلص مع بعضينا ونتوافق على بعضينا من ناحيه الاخلاق، يعني قبلنا بعض خلاص هنتجوز، نقعد مع بعضينا نقول واحد، نجيب ورقه وقلم ونقول واحد اتنين تلاته. واحد تلاجه 12 قدم، ما فيش حاجه اسمها 21، ما فيش حاجه اسمها 18، هم مش ده النفرين. ولو خلفوا عيل بعد سنه يبقى تلاته، والعيله التلاجه ال 12 هتقضي. لا اجيب شاشه 65 بوصه، ما اجيب 32، لا اجيب خمس تطقم جرانيت وسيراميك واستلس ومش عارفه ايه، وكل طقم فيه خمس حلات، وفي الاخر هما طقم اللي هو الصغنن ده هياكل فيه. نمره ثلاثه المبادره بتقول او الفكره بتاعتي بتقول ان احنا يا جماعه هنمسك ورقه والقلم، كل حاجه تيجي بالنص. يعني ايه بالنص؟ يعني هنكتب جواز ورقات، ثلاجه غساله بوتاجاز، اوضه نوم مش عارفه ايه خلافه مفروشات كذا كذا. الورقه دي قطعت 200000 جنيه. ابو العروسه او العريس يدفع 100، واهل العريس يدفعوا ايه؟ 100. عارفين مهله للزواج ولتكن سنتين، يروحوا داخلين في جمعيه. طبعا الجمعيه دي تتقبض ويجيبوا بها الجهاز مشتركين مع بعض، وما نتغلاش. تمام. وما نخليش الاسعار ونجيب ايه؟ ده دي هتحل مشكله القايمه. ليه بقى؟ عندنا في البلد او في كل البلاد يجيبوا اوضه النوم بسبعه يقول لك هنكتبها ب 40000، يجيبوا طقم الومنيا ب 2000 يقول لك هنكتب 9000. ليه بقى؟ عشان تعلي قيمه القايمه. طبعا هو الهدف، الهدف من طبعا من كلام الفنان او الحاج اشرف العش، عشان مش هنقول الفنان طبعا، الحاج اشرف العش طبعا مش عايز كلمه فنان. فطبعا الحاج اشرف العش يعني هو ايه بيقول لكم يا جماعه، يعني في مبادره اللي هو تيسير الزواج. طبعا نتمنى الكل يتكاتف ويتواصل مع الحاج اشرف علشان خاطر نقدر او يقدر ينفذ المبادره
على ارض الواقع، لان طبعا الحاج اشرف لوحده مش هيقدر انه مثلا ينفذها على جميع انحاء الجمهوريه. احنا وعايز الناس كلها تنفذ مبادره تيسير الزواج علشان خاطر نقدر ان احنا نحل المشكله. لا داعي من الفشخره الكذابه، لا داعي ان احنا يكون القايمه ب 40 نقول ب 400، لا داعي ان احنا مثلا نجيب حاجه، نجيب ثلاجه مثلا زي ما قال الحاج اشرف 12 نقول 25 ولا 35. طبعا يعني الموضوع يا جماعه والله سهل جدا وبسيط، ولكن احنا اللي بنصعب على نفسنا بسبب الفشخره الكذابه. نطلع فاصل ثم نعود. تلحقونا يا ما تلحقناش. بمركز أبشواي طريق السياحي، فرح سكني عامل 3 وجهات بحري وشرقي وغربي. مش بس كده، وكمان 3 أسانسير. الهدوء التام بأرقى مكان في أبشواي السياحي. مدخل المستشفى العام الخلفي، مساحات مختلفة تبدأ من 60 متر حتى 800 متر. بيت الخبرة المهندس عماد سبحان والحاج محمد درهي. احجز مكانك الإداري. للتواصل 0111244415، 0102090015.
مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد ومن جديد سنعود نحكي ونتحاكى نتكلم باستفاضه مع الفنان اشرف فنان تاني الفنان والحاج هو الحاج اشرف العيش. اهلا بيك الحاج اشرف العيش. اهلا بيك يا فندم. الحاج اشرف العيش، موضوع النهارده عايزين نتكلم فيه على موضوع المقابله للعروسه. طبعا موضوع المقابله للعروسه ده طبعا بنسمع عن حكايات ومهازل ومسرحيات. ده في نظام المقابله. يقول لك العروسه بعد ما تروح بيت جوزها استحاله تهوب عند امها. ليه عليها طار؟ ما اعرفش. لازم الاول الاهل كلهم يلموا من بعضيهم ويعملوا حاجه اسمه عشاء مجمع. نعم. ده غير العشاء العشيان اللي بتروح. بطو وفراخ وتحس انه مفجوع. تمام. والله في حاجات بتعفن. وما لها لازمه. تمام. من الاكل. طب يا جدعان امشوا على قدكم، امشوا على قدكم والله تستريحوا. يقول لك بقى ايه المقابله عباره عن ايه بقى؟ ابوها وامها وخالتها وعمتها وكل الجيران اللي هم القريبين يروحوا كل واحد حاطط مبلغ ويلموا ظرف كبير كده، والعريس بقى شوف الورطه بقى، هم خدوا له ظرف مثلا وليكن مثلا مثلا في 10,000 20,000. تمام. اللحمه ب 300 دلوقتي. العريس يكون مجهز غدا للغدا لل 40 اللي رايحين. نعم. يروحوا يتغدوا ويقابلوا عروسه، خدي يابا، يروحوا عاطينها الظرفين. بعد ما تاخد الظرفين تاني يوم على بيت ابوها. تمام. خلاص جات لها تاشيره الدخول بقى، ما جات لها الفيزا، جات الفيزا، جات المقابله. قدام قابلوها. دي المقابله، دي المقابله اسمها. ما قابلوهاش، ما تروحش حتى لو قعد السنه. حتى لو قعد السنه. تمام. خد بقى الجديد. ولدت. تمام. ها خدت النونه بتاعها وراحت عند امها. جد العروسه. نعم. جد ابو العروسه. لازم يجيب للبيت حلق ذهب. تمام. حلق ذهب يا بلاش، يا حلق ذهب يا بلاش. عشان بنت حفيدته جت بقى، فلازم ترجع مسيغه. يعني ابو العروسه ده طفح الدم للبيت وبنت البيت. حاج اشرف، النوع ده من الزوجات موجود في اي مكان ده في كله؟ لا لا، ممكن الواحد نفكر يعني في حضرتك اللي انا بقوله ده، والناس سامعاني والمشاهدين كلهم سامعيني. نعم. وانا باكد على الكلام ده، عارفين ان انا ما بقولش كلام جزافا او بعبر عن اللي جواه وخلاص، لا، دي حاجات انا عايشها وعارفها. اللي هي بتحصل في كل الاسر وكل البيوت. تعالى بقى انا بحط بقى ايه، خلي البنت اللي هتروح تتقابل دي لها اب عايش على 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 موجود يعني في الدنيا، يعني ولها اعمام وليها وليها، خلي بقى واحده ثانيه ما عندهاش ظروف مثلا، او هو مش قادر، او هو مثلا يعني ولي الامر قادر، انما بنت ثانيه زميله ليها او جاره مثلا مش قادره، احنا اتفقنا، ما احنا اتفقنا الام بتقلد، الاحتقان برضو بتعمل مشكله وبتعمل طبعا حسد، ونلجا بقى للطرق الغير مشروعه يعني. طبعا دي بتكون مشكله، يضطر الناس بقى تتسلف، ناس بتتسلف عشان تعمل المقابله دي. تمام. خلي بنتي بقى يتيمه وما لهاش مثلا اهل او او او، بتضطر تعمل ايه؟ بتضطر تجيب الجيران اللي عندهم دين بقى يقفوا معاها ويسندوها ويعملوا زي كأب كده يعني. طيب يا حاج اشرف، والموضوع يمشي. تكاليف الزواج قبل وبعد؟ تكاليف الزواج قبل الجواز ده خرب بيوت مستعجل يابا. اشمعنى؟ لان احنا النهارده زي ما قلت لك قبل كده في بدايه الحلقه، احنا بنجيب فوق طاقتنا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ورحمة، شوف الايه بتاعت، شوف رحمة الله، امرئ عرف قدر نفسه، رحمه عشان عرف قدر نفسه مش على قده، فربنا رحمه. فاحنا ما بنرحمش نفسينا، فمن حقنا ان احنا نمضي ونسجن. طب ليه؟ ليه اسجن بنتي علشان اسطرها؟ طب ما نطلب المعقول، وما يجينيش حد، لا مؤاخذه ما يجينيش حد واقبله لمجرد ان هو غني. ما النهارده البنات والاسر بتفرح للي هو هيجيب هيجيب هيجيب. طب ما انا ما ابص لدينه. بصي انا عندي مبدا، عاوز تجوز بنتك اطلب ثلاث حاجات: دين، مكان، دخل. يكون عنده دين، دي اول حاجه. يكون عنده مكان، يعني الباقه تكاليف الزواج، مكان اقعد فيه، مش هاجر من شقه لشقه لشقه مرمط ولاد الناس معايا ليه. كما قال الحاج اشرف، ثالث حاجه دين، مكان، دخل. ايوه، يكون عنده دخل. وانجز واختصر في النهارده الموضوع. النهارده في بنات كتير بعد ما بتتجوز للاسف، موضوع الحب بقى وبحبك وانت ما خدتكش اولع في نفسي ومش عارف ايه والعبط ده، لان التليفونات والسوشيال ميديا سهلت التقارب. لا طبعا، يعني برضو الحاج اشرف طبعا هو كده اختصر الرد في ثلاث كلمات: دين، ومكان، ودخل. ودخل. طيب ده اهم حاجه النهارده بقى، احنا هندخل يعني ايه، هننقل لحاجه تانية كده
اللي هو زواج القاصرات. زواج القاصرات للاسف ظهر اه بقاله فتره، ان البنات اول ما الواحده خايفين من حيث يقولك نسطر البيت، البت دي اتخطبت قبل بنت فلان، مجرد ما يجي لي عريس، طبعا انت عارف في ازمه في العرسان. نعم. لان نسبه الاناث اكتر من الذكور، ده شيء طبيعي، دي احصائيه عالميه معروفه يعني. فالنهارده اللي بيجي لها عريس كانها جالها ايه اللي هو يعني ايه، خلاص المارد جه هيحل كل مشاكلها. لا بالعكس، انا ما جوزت بنتي الا بعد 18 سنه علشان تبقى اسره، دي رايحه تعمل اسره، يعني في خلفه، في ولاد، في تربيه، في معيشه، لازم أن تبقى انسانه متعلمه وناضجه، وما افرضش على بنتي حد معين، ابن عمك او لبيك ابن خال، لا الكلام ده راح. انت النهارده البنات بتتجوز عن حب وتفاهم واختيارها، وتفاجئ ان محكمه الاسره ملانه بسبب قانون الخلع. قانون الخلع النهارده الواحده بقى ممكن تبقى قاعده مع جوزها بتتعشى كريب ورفع عليها قضيه وتفاجئ ان هي مخلوعه. يا جدعان ارحموا نفسكم، اختاروا صح. نختار بنت طبعا يا جماعه، يعني طبعا هنشرح احنا يعني المفروض يكون موضوع يعني زواج القاصرات يا جماعه او للساده المشاهدين، نتمنى ان يكون الزواج يتم بعد سن 18 سنة قانوني، وخاصه ان بعض البنات تكون لسه بتدرس، فطبعا نتمنى او المفروض او المفترض انها الزواج يتم بعد مرحله الدراسه سواء الكليه او المرحله الجامعيه. حاجه صلاح طبعا حضرتك يعني في برضو حاجه تانية احنا برضو عايزين نتكلم فيها عن اغاني الافراح فيما قبل والان. زمان كانت الاغاني بتعبر عن الحب، يعني تحس كده اهل كلهم مبسوطين، يعني معلش يعني مثلا عندك لا معلش لا لا حضرتك بس ايه عايزين نعرف لا فاكر البدايه مثلا زمان يعني ايه كان ايه الاغاني اللي كانت متاحه والان ايه الاغاني اللي موجوده حاليا؟ يعني كان زمان يقول لك ايه يا عريسنا علي المله عروستنا حلوه وفله مثلا مش عارف اغاني ايه وعيله يا بنت وعيله ده الظابط يبقى ايه سيده بتتفشخر بعيلته. تعالى الوقت العروسه اول ما تبقى قاعده في شيشه وقاعده في مسرح وبتاع واول ما تشوف خلقه امه مخصمك ابعد عني انا مش طايقها. طبعا اتكلم الاول عن البولة ودلوقتي اتكلم عن مخصمك. مخصمك ابعد عني مش طايقها. طب لما انت مش طايقها اتجوزت ليه؟ اول اغنيه عشان تخصمه. لا واخوك كمان انت ممكن يشغل لك اغنيه ايه بقى؟ الواد ساب العروسه وراح نام عند امه، يا دي يا ابن امك يا، بيغنيها فنان اسمه بيجو ولا مش يعني عارفين. في البدايه في البدايه العروسه يعني هو لسه بيقول يا هادي يا جماعه، حتى لسه ما يعني بيقول لك انا شاري فلوس الكاش يقطع في الاخر فلوس تقطع كلها مضروبه يعني حتى تقول لهم خصماك وتقول له عند امك يعني وعايز اكلمك كمان على حاجه. موضوع الذهب بيبوظ معظم الجوازات، بتبوظ بسبب ان البنت دي لازم يجي لها 200 جرام تمام. بنت عمتها جالها 300 جرام يا حاج، بنت عمتها حاجه وانت وقت حاجه، بنت عمتها ساعه اتجوزت كان جرام الذهب مثلا ب 600 جنيه ولا ب 400 جنيه ولا ب 500 جنيه، الذهب النهارده غير المصنعيه بيخش في 2000 ونص ولا 2300، اجيب الذهب والفرح يبوظ عليه، اول حاجه بتتباع من حاجات الزوجه الذهب، وتاني يوم يابا هي ويبيع الذهب من هنا وهي تسجله على التليفون، ابو لهب اللي بيعني الذهب. ابو لهب اللي بيعني الذهب عشان تبقى ايه مسجلاك يعني مازال بيقول افيهات طبعا داخل اللقاء داخل الحلقه طبعا طلعنا من مخصماك داخل في ابو لهب اللي باع الذهب. طبعا موضوع النهارده يا جماعه نتمنى يكون الساده المشاهدين استفادوا من اللي قاله الحاج اشرف. الحاج اشرف العشي بيتكلم كلام واقعي، كلام على ارض الواقع. النهارده لما يكون مثلا الحاج اشرف ايضا عايزين برضو حضرتك تكلمنا على موضوع الزفه بتاعت العروسه بشكل عام. لا دي الزفه دي بقى بيحط لها ميزانيه مخصوص. بمعنى انك انت عندك النهارده بيروحوا ياجروا الفستان. الفستان بيتاجر ب 5000 و 6000 جنيه. تمام. انا النهارده بنتي هتقعد ساعتين اغرم العريس 6000 جنيه وسته زيهم كوافير وتبقى طالعه عامله زي السمك اللي فيه دقيق كده. بودره نحطه ده ولا تبقى عامله زي السمك اللي فيه دقيق اللي بيتقلي ده. تمام. سبحان الله. النهارده احنا بنقول بدل ما تجيبي فستان، ما تزعلوش مني يا جماعه بتاع الفساتين اللي بتاجروها، بس انتوا ريحوا الدنيا شويه عشان الفستان بيتاجر بسته وسبعه وهو تكلفته غير كده خالص، حرام حرام. احنا لازم نبدا بيكوا تساعدوا الشباب وتساعدوا الناس. انا النهارده بدل ما اروح اجر فستان واروح دافع فيه مثلا 6000 و7000
اطلع على الغوريه، اطلع على مصر في الازهر، متر التنتيل ده بكام؟ ب 200 جنيه؟ الفستان ياخد خمسه؟ ما حضرتك هما بيستسهلوا الجاهز على لا جميل. يا بابا ما قاعده مسكوعه، ما هتساعد، ما فيش حاجه اسمها جاهز تعمل فستان على مقاسها. ما لما بتروح تختار الفستان وبياخد منه البطاقه بيقسوها ويطلعوها ويقعدوا يدخلوه لترزي عشان يخلوه مقاسها. انت فكر الفساتين دي بتيجي كده تصميم؟ لا دي بتبقى بعد كده بتروح. بدل ما تعملي كده يا ماما روحي اشتري قماش وديه لاحسن ترزي مش هياخد عليه 1000 جنيه. والبتاع الجيبه دي الطويله اللي بتعمل دي العيال بتخش من تحتها ساعه الفرع دي اللي بيستخبوا فيها العيال اجريها والطرحه تمام وتروح كوافير. كل البنات انت بنت اهو مش بتعملي الميك اب بتاعك في البيت؟ بتبقى قمر والله بيبقى شكلك حلو لو عملتيه على ايدك. روحي بقى وانت جايه بقى من البتاع حاطه لك رموش طويله غش صناعي يابا الواحد يبقى لها العروسه كده حلوه. طبعا معانا السؤال الاخير كده مع الزميله بخصوص المقابله للعروسه بعد الزواج. ما احنا قلنا المقابله ديت ناس كتيره بتروح تاخد بعضيها وتقابل العروسه ودي من ضمن التكاليف اللي بتكلف الاسرتين. هو بيستعد للرجاله اللي جايه بيضطر يعمل لهم اكل ونظام طيب. وهم بيروحوا بفلوس. حاج اشرف في سؤال سريع طبعا نظرا لضيق الوقت طبعا عايزين نتكلم على موضوع اللي بيتم اللي هو بخصوص الزفه وزحام ووقف الشارع واستغلال الطريق وما عدا احترام الاخرين. انا ضد الجماعه واحنا عندنا في الفيوم كم حادثه حصلت من الشباب اللي بتركب الموتوسيكلات. شباب طايش غير مسؤول على اللي بيعمله لانه بيبقى حوالي 10 20 موتوسيكل بيعملوا خمسات كده بيعفروا على العروسه بيخلوها تروح تبقى مليانه تراب وفي الاخر بتحصل مشاكل حد بيتعور حد بيجي له اصابه بسبب ايه بقى؟ بيحصل بسبب الاستهتار ده انا بسميه استهتار. وكمان الالعاب الناريه عشان الالعاب الناريه تعمل مشاكل. هو انت مش رايح تعمل حرب ملاهي بيقلبها ملاهي جايبين سبريه ويولعوا فيه وكده. انا حصل لي قبل كده مشكله ان بيضربوا صواريخ الناريه دي فبتيجي على احنا في ارياف فالسطوح بيبقى فيها بواقي بوص وبواقي حاجات بتاع الخبيز كده العشوائيات دي الالعاب الناريه بتطول فبتعمل حقايق فالفرح بتقلب ايه؟ بتقلب مشكله. عايزين حضرتك طبعا عشان خاطر وقت البرنامج حضرتك كلمه اخيره توجهها للساده المشاهدين. كلمه للساده المشاهدين حبايب قلبي الستات اللي سامعاني بص لنفسك ياما وبص لبنتك وسطريها يا حبيبتي بس على طريقتك مش طريقه ام محمد. ما تغيريش من ام فلان، ما تغيريش من علانه، ما حدش هينفعك لما السجن يجي. وسيبك من اللي تقول لك ايه اسكتي ما تجيبيش حاجه دلوقتي ده بكره هيطلع جديد. لا بيطلع لا جديد ولا بيطلع لا قديم. جهز بنتك بالتدريج اللي هتجيبيه ب 100,000 قسم ال 100,000 دي على خمس ست سنين وهي لسه صغيره هي تدرس وانت جهزي. طبعا هاتي طقم بعد كده طبعا مفيش لا جديد ولا قديم طبعا هيكون في عشماوي على السجن مباشره. ونشكرك الحاج اشرف العيش حبيبي سعيد بلقائك وسعيد بالشاده المشاهدين وشكرا لكم وسعيد جدا بامان الله يعني محمد. ونشكرك حاج اشرف طبعا يا جماعه نتمنى ان كنا احنا قدرنا النهارده نفيد الساده المشاهدين. وطبعا لقاء النهارده احنا اولا بنشكر ضيفنا العزيز الحاج اشرف العيش. الله يخليك حاج اشرف العيش النهارده طلبناه ولبى اللي طلبونا في عجاله بناء على كتر الاتصالات والمكالمات اللي كانت بتجينا بالنسبه للغارمات لان طبعا كان معظمهم بيتصل يفكر ان هم بيتصلوا بمصباح علاء الدين او لصلاح الدين الايوبي ان احنا الو احنا علينا دين هنجري نسد الدين. يا جماعه احنا في بعض الناس اللي بنقدر عن طريق اهل الخير برضو مش عن طريق طبعا احنا البرنامج لم يتلقى ولم طبعا احنا بنساعد فقط لا غير ان احنا بنوصل صوتك وبنقول يا اهل الخير ساعدوا لوجه الله. طبعا كان كتر الاتصالات كلها عن طريق الغارمات من أليوبية للشرقية للإسكندرية للفيوم وأكتر الاتصالات كلها كانت من محافظات الصعيد زي الفيوم خاصة وبن سويف وخلافه. طبعا نتمنى أن أولياء الأمور سواء الزوج أو الزوجة نتمنى امشي على قدك مش عيب أنك تمشي على قدك. يا ما بيوت كتيرة جدا عايشة بميرد الله وعايشة بمؤسسة مرازق يعني النهاردة مش بالله دي عامل فشخرة لداعي ان انا زميل ليا في القناه معاه السياره انا ما معيش سياره مش لازم ان انا ادين نفسي عشان اجيب سياره.
لا داعي ان زميل يمتلك حاجه وانا لا امشي على قدي. فلما امشي على قدي النهارده اعيش مبسوط واعيش مرتاح البال، مفيش حد يجي يخبط على بابي ويقول لي تعالى انت عليك دين. مش هتصل بمذيع او هتصل بحد اقول له انا عليا دين. ما بنقولش يا جماعه ما تتصلوش، لا اتصلوا احنا تحت امركم. ودايما بنقول الاعلام رساله، ان احنا بنقدر نوصل صوتك سواء ظالم او ربنا يكفر شر الظلم. دايما بنوصل صوت المظلوم عشان ناخد حقه من الظالم. طبعا بنوصل صوت المحتاج. الحاج اشرف عايز يضيف حاجه اخيره قبل انهاء هذا اللقاء. البيوت ما بتتبنيش بالادوات المنزليه، البيوت ما بتتبنيش بالحاجات، البيوت ما بتكملش بالحاجات. ياما ناس اتجوزت وعند جابت حاجات ولجأوا لمحكمه الاسره. بنشكرك حاج اشرف. مشاهدينا الكرام، طبعا في النهايه ان احسنت فمن الله وان اسأت فمن نفسه والشيطان. شكرا لكم لحسن سماعكم، كنتم مع برنامج الحياه والواقع صلاح السكري شروق.